مكان التصفير ده شباب، وانا مزفر تحت السمك متجمع. ايه اهدى، شبكة جامد أوي بالسبيكي يا شباب، السبحة وهي اسمها السبيكي اللي لونها أحمر، اللي فيها الأحمر الصغير دي أزهر ماس. هجيب شوية بسارية زي دول كده واصطادهم وهرمي بيهم لايف بيت، ممكن نطلع همور كشرات الحاجات دي كلها. في سرب هنا تحت أنا برمي، في سرب هناك عمال يتنطط قدامي. لم كده بالراحة، هربي ألم بالراحة. كتير قوي سرب كبير قوي. لسه بقيتهم هنا اهو. غالبا في كالماري، مش عارف شبكه بقى ولا مش شبكه. حاطط لايف بيت يا شباب، حاطط من اللي انا كنت مصطاده من شويه ده، السمك اللي في المايه ده، حاطط سنين. هو غالبا كالماري، اعتقد انه كالماري، بس ما اعرفش بقى هو شبك ولا ماسك بس ولا هيسيب، عشان هي لسه كانت ماسكه من شويه وسابت. بص شايفين، شوف السنار بتعمل ازاي. ناس ملخومه في ال صبيت ولا ايه دي، صبيت صبيت مش كلمه صبيت، معلش. ثابت شايفينها، شايف تبقى شايفين في الماء ولا لا. نطلعها كمان شويه، نحط السيخ بتاعها. الصبطايه اللي فكت مني دي هغير ال الريج، عشان انا حاطط سنون، عشان انا رامي على سمك مش رامي على صبيت. هي كل شوية تمسك فيها شكلها جعان. نجيب السيخ ده بتاع الكالماري، سيخ، وادخله من هنا من بق السمكة واطلعه من جسمها من ورا كده بالمنظر ده. احط دي، احط السنابر واقفل. واحدف ان شاء الله هتمسك فيها جامد. طالما جعانه ننزله لها قدام. هو غالبا مسك فيها بعد ما ربيته على طول. نجرب. ماسك فيها بس لسه ايه، ما بلعش.
عايزه ايه كده ان شاء الله. شبك كده شبك. لا فك تاني فك تاني. هو جعان، هو شكله جعان. ارمي بعيد، اخليه ياكل خالص. انا سيبه خالص لحد ما ياكل. رميت وتقريبا نفس الصبيت مسك فيه تاني. غالبا ماسك هو، بس مش متأكد ماسك كويس ولا انا هفضل اسايس فيه كده بالراحة. انا شايفه تحت المايه. متعلق فيها اهو. طالع بالراحة اهو بشتغله. بيشد اهو، شايفينه؟ شايفينه في المايه؟ مش عايزه بس يبخ عليا. اهو شايفينه على الوش. مش عايزه يتف عليا. بالراحة كده خالص عشان لو شبك على الطرف. اعمل اللي انت عايزه. هو شبك على طرطوفه. هيفك، قلتلكوا هيفك هيفك هيفك. يبقى غبي قوي لو دخل تاني بصراحة. المشكلة ان انا مش عارف اسحبه عليا عشان امسكه بايدي، بس يعني هو هيجي تاني كده كده. حط اللايف بيت دي كده من ظهرها، مش عايزة تهرب مني. واحدة كده بس. ننزلها هنا. كان في حاجة ضربت عليا من شوية، والبتاع دي شكلها مسكت فيها ال ايه ده؟ مش فاكك ال. انزل هنا جنبي. نزلت، نشوف بس دي. لا دي فاضية، مش عارف بس ايه اللي وداها هناك كده. ماشي خلينا دي في ايدينا. دي ان شاء الله هتضرب ضربة كويس. جماعة الصبيت ده مش سايبني في حالي. انا سيبه يبلع شوية. معايا صبيت تاني في السنارة دي، هسيبه يبلع عشان انا حاطط سن مش حاطط
يا رب. انا انزل له بسردين بقى. انا عارف ان انا لو شديت دلوقتي هو هيموت موت السمكة اللايف بيت اللي انا حاططها، فرهدها ومش هي مش هياخد السن. على ايه انا انزله دي وخلاص، هم بقى ايه يصطفلوا تحت. في صبيت كتير يعني، واحدة هنا وواحدة هناك وواحدة هنا، مسهل. ما في صوب بطاقة تانية تحت يا شايفها، ده غير اللي عندي، ولا دي هي ولا ايه؟ خلينا نشوف. حط دي مكان دي، هنشد بقى وخلاص. ما اعرفش بس ماسك كويس ولا لا. شايفينه؟ انا مش عايزه بس مبخش عليا يا ابن ال. تعالى طيب، تعالى انا هعالجك. شكلك عيان نفسيا، انت بارد يعني، كلت راسها على الفاضي. ارحمنا. انزل خد السردينه بقى. انزل خد السردينه اللي تحت، انا طلع امك دلوقتي. هو بص رايح على السردينه برضو، مش راحم. خش يا حبيبي خش. ايوه كل، يلا خدتها. اسحب شوية، كل كمان. اهو شبك تاني مغفل. والله العظيم اقسم بالله صبيت مش زي الكاليماري. الكاليماري اذكى بكتير. الكاليماري بيتعور مرة ما بيخشش تاني. ده لسه فكه اهو قدامي ودخل تاني. نفس السنارة التانية اهو. يا ابن الكلاب جبان قوي، شاف ايديا. بص هتنرفز فشخ. يلا انزل تاني، ما بلحقش امسكه. هو نازله جنبك، يروح لها دلوقتي. هنزل انا بالتانية دي. ايه من هنا؟ خلينا من هنا احسن. والله العظيم غبي، والله العظيم غبي غبي. دخل عليها تاني. ما بيتعلمش.
زي ما انتوا شايفين هرا البتاع. هي مشكلتي بس اللي انا ايه يعني ما قفشتوش بايدي مره واحده، هو اول ما شاف ايديا قعد زي ما انتوا شفتوا كده بانيك، نزلوا حته سردينه تانية، هو واقف تحتيه متخلف قوي والله العظيم. حطها المره دي من بقها. ننزلها كده. نازلة في المية. شوف احنا دي، ده كان فيديو كده سريع مواقف وطرائف مع الصبيت. لو حبيت الفيديو او عجبك الفيديو وعايز تشوف فيديوهات تانية زي دي، ياريت تعمل سبسكرايب وشير ولايك عشان تشوف حاجات تانية من ده. شكرا ليكم.